السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه كيتشن بلانر، ده على أساس إن أنت تفرش المطبخ بتاعك. مثلا أول حاجة هتيجي هنا هتقول له أنا عايز أشوف الأبعاد بتاعة الروم، وبتبدأ تعدل فيها زي ما أنت عايز، تمام. وبعد كده تقول له جنريت روم، فيبدأ يغير لك المقاسات. وبعد كده تبدأ بقى تشوف إيه الحاجات اللي أنت عايز تحطها، مثلا حوض مثلا زي دوت، عايز أحطه هنا، عايز تحط مثلا كوفي كوكر، تبدأ تختار الكوكر اللي انت عايزه اهو، تبدأ تحطه هنا. نبدأ نشوف بقى فين ال ده التشير الوول، تبدأ تشوف ايه العناصر اللي انت عايز تحطها. ومجرد بس تسحب وتبدأ تحط اللي انت عايزه بالشكل دوت. طبعا كل حاجة تقدر تشوفها في 3D بالشكل دوت، تقدر تتحرك بالكاميرا زي ما انت عايز اهو، فبيعمل لك التصميمات بشكل قوي. نرجع لل2D، اسحب وحط اهوت، سهل جدا ان انت تعمل سيلكت وتبدأ تعدل المقاسات زي ما انت عايز. ممكن تاخد مثلا الشكل دوت اهو،